احتفالات باليوم العالمي للسكري الذي يوافق 17 من شهر نوفمبر من كل عام. البداية بخير بداية، آيات مبينات من القرآن الكريم تتلوها على مسامعنا ومسامعكم الطفل حليم الجيش حفظه الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. شهداء ثورة 17 فبراير الأبرار، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والعودة إلى ذويهم سالمين.
يسعدنا في هذا اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يصادف يوم 14/11 من كل عام، المخيم الرابع الذي يسمى تم تسميته هذه العام مخيم الحرية. يسعدني باسمي وباسم كل الحضور أن نحيي ضيوفنا الكرام، نحيي السيدة الفاضلة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة هنية القماطي، كما أحيي أعضاء المجلس المحلي المؤقت في مصراتة، وأحيي كذلك الأخوة والأخوات والأساتذة والدكاترة الذين حضروا معنا من كل مناطق ليبيا ليشاركوا أطفال السكري وللاحتفال باليوم العالمي. نشكركم باسمي وباسم مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري على تلبية الحضور للمشاركة أطفال ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للسكري، حيث يعقد هذا العام مخيما متميز، مخيم الحرية الرابع لأطفال السكري تحت شعار من أجل مجتمع الحرية وإنهاء المعاناة الإنسانية. المخيم بالنسبة لليوم العالمي للسكر تعلمون جيدا خلال آخر إحصائية من الاتحاد الدولي للسكري أن 350 مليون مصاب بالسكري في العالم. آخر إحصائية صدرت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكري في 2011 أن عدد المصابين بمرض السكري 350 مليون مصابا في العالم. أي بمعدل أن كل 10 ثواني يصاب شخص بمرض السكري في العالم. تكبير، حبينا نشطكم شوية على الأقل. طيل على الأطفال السكري، خاصة أنتم تعرفون يعني معاناتهم، خاصة في الفترة الأخيرة خلال 7 أشهر مرت بها ليبيا، وخاصة الأطفال السكري ببساطة المعاناة التي مر بها الحرب والدمار من قبل الطاغية وإسلامه على مدينة مصراتة وعلى كل المدن الليبية. فتحية لكل أطفال السكري في ليبيا الذين حضروا اليوم معنا للمشاركة أطفال السكري في مصراتة.